في عمليات الحقن المجهري كتير بنلجأ لبعض الأساليب أو الطرق المعملية اللي بنحسن بيها فرص زرع الأجنة. من ضمن الطرق دي حاجة اسمها خربشة جدار الرحم أو الهيستروسكوبيك اندوميتريال سكراتش على وجه التحديد. الحقيقة خربشة جدار الرحم دي قصة طويلة جدا وكبيرة جدا وموجودة بقالها سنين في الطب، ولكن نعملها بآلة عادية ولا نعملها بالمنظار؟ نعملها امتى؟ في ميعاد الدورة ولا في ميعاد الزرع ولا في الدورة اللي تسبق الحقن؟ الحقيقة احنا هنا في مركز مصر للذكورة او مركز مصر للخصوبة كان عندنا سياسة واضحة جدا في موضوع خربشة جدار الرحم. اولا مش كل العيانين بنلجأ لهم لخربشة جدار الرحم، العيانين اللي عندهم فشل متكرر في عمليات الحقن المجهري او فشل في زرع الاجنة، حاجة اسمها recurrent implantation failure، احدى الطرق اللي بنعملها او بنعرضها على المريض هي فكرة خربشة جدار الرحم. بنخربش جدار الرحم امتى؟ بنخربشه في الشهر الذي يسبق زرع الاجنة. بنخربشه بالقسطرة العادية ولا بنخربشه بالمنظار؟ لا، بنخربشه بالمنظار الرحمي، حاجة اسمها هيستوسكوبيك اندوميتريال سكراتش. الحقيقة نتائجه عندنا اكثر من ممتازة، والحقيقة جربنا الموضوع ده في حالات كتيرة. ما اقدرش اقول ان النهاردة كل العيانين اللي عندهم فشل متكرر في زرع الاجنة بنصحهم بموضوع خربشة جدار الرحم بالمنظار، ولكن مما لا شك فيه انها احدى الطرق اللي جابت معانا نتائج كويسه جدا جدا في السنتين ثلاثه اللي فاتوا. برضو الرساله اللي بنقولها، لو حضرتك عندك مشكله زي فشل متكرر في عمليات الحقن المجهري لازم تتابعي في مكان متخصص مع دكاتره متخصصين على درجه عاليه جدا من العلم والخبره والامانه، وبنحط دايما 20 خط على الامانه، بالفعل هيعرفوا يشخصوا الحاله وهيعرفوا يعالجوها كويس جدا. وطبعا اولا واخيرا ربنا هو اللي بيكتب الشفاء والحمل على خير باذن الله.